صباح الخير والامل والسعاده، صباح يوم جديد وجمعه مباركه على كل مشاهدينا. سنه وانتم طيبين. واضح ان شهر فصل الشتاء بدا، مش عارفه ايه اللخبطه دي. امبارح كان صيف. ايوه دخل على الشتاء فجاه. صباح الخير يا نجلاء، صباح الخير على حضراتكم، يوم سعيد علينا وعليكم يا رب، وجمعه مباركه على مصر كلها وعلى الامه الاسلاميه. وما زلنا في حضره مولد سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وحلقه خاصه جدا عن مولده الشريف وعن خلقه. يعني احنا بنتكلم في جزئيات يا جماعه احنا في امس الحاجه ليها بجد. صحيح. ان احنا يكون عندنا قدوه نقتدي بيها، ومفيش احسن ولا افضل من سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام نقتدي به هذه الايام. عندما سئلت السيده عائشه كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابت إجابة يعني أكثر من بديعة، كان خلقه القرآن، أو كان قرآنا يمشي على الأرض عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونتمناها إن شاء الله حلقة بذكر سيدنا النبي تكون جيدة وتحوز على إعجاب حضراتكم النهاردة إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. وبنتمنى أن ربنا يستجيب لدعواتنا في هذه الأيام المباركة. وأعتقد كمان يعني دايما بيبقى في الدعاء الخاص بالمواقف، وبيكون دايما في كل نفس واحد فينا حابب أن هو يدعي. دايما نقول دعاء المطر، والدعاء أو الوقت اللي بيتم الاستجابة فيه للدعاء إن شاء الله ربنا يستجيب لدعواتنا جميعا، يستجيب لطموحاتنا في بناء المجتمع وبناء الدولة بشكل كبير جدا، اننا بالفعل نصل الى المكانة اللي بنستحقها وبتستحقها مصرنا الحبيبة باذن الله. عفوا، زي ما بنقول النهاردة مع حضراتكم بنستكمل المسيرة، مسيرة الاستدلال بخلق الرسول عليه افضل الصلاة والسلام في كل المواقف الحياتية اللي بنعيشها النهاردة. وبنقول اننا بالفعل لابد اننا يكون عندنا كل الدروس المستفادة لينا وللنشء الجديد، خصوصا في ظل التطور السريع اللي بنشوفه في العالم في الوقت الحالي. لابد ان يكون في اساس في التربية واساس بالنسبة للنشء يواجهوا بيه كل هذه التحديات. اسمحوا لنا بقى ان احنا نرحب بضيوفنا اللي بيشاركونا النهارده يعني هذا الحديث. وفي البدايه برحب بفضيله الشيخ الدكتور محمود عبدين من علماء الازهر الشريف. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بخير، والمصريين والمسلمين والعالم كله بخير وسلام يا رب. امين يا رب العالمين. ومعانا كمان النهارده وبتشاركنا فرقة مولانا اللي مشرفينا النهاردة في مصر جميلة. برحب بقائد فرقة مولانا للإنشاد الديني المنشد عمرو خطاب. أهلا بيك، منورنا. أهلا بيك. كمان معانا المنشد محمد عبد التواب. أهلا بيك. والمنشد محمود خالد. أهلا وسهلا، منورنا. صباح الخير على حضراتكم جميعا. وفضيلة الدكتور، يعني حينما نتحدث عن سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وما زلنا في حضرة مولده الشريف، يعني أنا النهاردة كن أنا ونجلاء بدأنا بأنه القدوة الحسنة، وما فيش عندنا قدوة نقتدي بيها في هذه الأيام زي سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ منين يا فندم؟ بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله. الآية القرآنية تقول، يعني ربنا في القرآن الكريم بيقول كده، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. هذه الأسوة الحسنة هي الأنموذج الكامل، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الكامل. نبدأ منين عشان نعيد اتساء الناس واقتدائهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا هبتدي من عند نقطة في منتهى الروعة والجمال، حاجة بتمس المشاعر والإحساس والقلب. أنا ببتدي دايما في النقطة دي بالذات عشان الناس ترجع تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم دايما في كل لقاءاتي في كل دروسي. بقول يا جماعة مفتاح السر هو الحب، هو الحب. إذا دق القلب للحبيب صلى الله عليه وسلم اكتسى به وتبعه في كل أوامره بدون صعوبة. المحبة تجلب الطاعة، وإحنا المصريين عندنا مثل كل يوم بنقوله، الرجل الدب مطرح ما تحب. ما دمت بحب هروح، ما دمت بحب اعمال النبي صلى الله عليه وسلم هعملها. نعم. ما دمت بحب سنه النبي هعملها، ما دمت بحب اخلاق النبي هعملها. ما دام مفتاح السر هو الحب، يبقى علينا كلنا، كل المسلمين في كل العالم، انا بقول لحضرتك بمنتهى الوضوح، علينا كلنا ندور ونفتش وننقب ازاي الناس ترجع تحب تاني. الحب مشاعر انسانيه موجوده في كل بشر، ما حدش يقدر يقول ان الحب عيب او حرام او اتكسف منه. الحب ده من الفطرة،
المشكلة فين؟ المشكلة في استخدام الحاجة الصح في الوقت الغلط مع الحد الغلط. يبقى أنا دلوقتي عايز أستخدم الحاجة الصح في الوقت الصح مع الحد الصح. وصدقوني يا جماعة، وبقول لكل المشاهدين، بقول حضراتكم، بقول إنه لا يستحق أن يحب الحب الحقيقي الذي يعني يقال عنه خالط بشاشة القلب وملأ علي الكيان في الدنيا إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هو لازم يبقى نمبر ون، لازم يبقى درجة أولى في الحب، لازم قلبي ده يعشق النبي صلى الله عليه وسلم. ساعتها على طول هروح، يبقى هو هيبقى أسوة ويبقى أخلاقي زي أخلاقه، مدام بحبه. أنا بحب حد كبير عليه، نجم كده من النجوم، بمثله حتى في قصة شعره، بقعد أعمل زيه كده وحركاته وكلامه أقلده حتى في قصة شعره. فلما أحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لما نروح نفتش كيف يحب الناس ورسول الله، أهي ببساطة خالص أهي، والله زي ما بقول لحضرتك، الدخلة البسيطة دي، المدخل غاية في اليسر ده، هو مفتاح السر لحلول مشاكلنا اليومية ومشاكلنا الأسبوعية والسنوية والشهرية، بل مشاكل العالم كله. يا جماعة أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما أفنوش أعمارهم ودافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما أحبوه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في مجموعة من أصحابه، سيدنا عمر بن الخطاب ماشي مع الناس، فسيدنا النبي راح مدد إيده وسط الناس كده ومسك إيد سيدنا عمر، فقام سيدنا عمر قال له والله يا رسول الله أنا بحبك. الله، الناس يقولوا ايه جاب سيره الحب هنا؟ سيره الحب دي عند ام كلثوم، ايه اللي جاب سيره الحب هنا دلوقتي؟ قال لك لما ايده مسكت ايد سيدنا عمر، كان تيارا من الموده والمحبه والعطف سرى من رسول الله الى عمر بن الخطاب. فقام سيدنا عمر قال له والله بحبك يا رسول الله. فسيدنا النبي حب يغتنم لحظه دقه القلب، هي دي يا جماعه، ده مفتاح السر. حب يغتنم لحظه دقه القلب، فقام قال له اكتر من ولدك يا عمر. اوبا، دخله في مكان تاني خالص عشان يقول له لازم تحبني، ما فيهاش مطر، ما حبتنيش مش هتبقى مسلم كامل الاسلام. قال له اكتر من ابنك يا عمر، من اولادك يا عمر. قال له طبعا اكتر من ولادي، دي محتاجه كلام، اكتر من ولادي. طب اكتر من مالك يا عمر؟ قال له طبعا اكتر من مالي، هو الفلوس دي تسوى حاجه؟ قال له طيب اكتر من نفسك يا عمر؟ قال له لا يا رسول الله. سيدنا عمر كان صريح فيها دي. فقام قال له لا يا رسول الله، فقام سيدنا النبي قال له اذا لا، وساب ايده. إذن لا يعني إذن لم يكمل إيمانك. راح واخد جنب كده سيدنا عمر دقيقة دقيقتين، اعتبرها خمس دقايق كتير قوي يعني. فراح راجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من مالي وولدي ونفسي التي بين جنبي. فقال له الآن يا عمر، الآن يعني إيه؟ الآن كمل الإيمان. تخيلوا دين يا جماعة بينطلق في كمال الإيمان من الحب، من الاحساس والمشاعر. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني في حديثه الشريف عليه الصلاة والسلام، يعني كلمات محدودة ولكن لها عظمة وشأن عظيم جدا بلا شك. وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى يعني الله عليه وسلم. يعني وكأن بعثته هي تأديبا وتهذيبا لأخلاق البشرية. صحيح، زي ما أقول لحضرتك، هو الإنسان الكامل في اتباعه النجاة. الغريب بقى والعجيب في الموقف اللي أنا لسه قايله لحضراتكم دلوقتي، إن سيدنا عبد الله بن عمر بيقول والله أنت عجيب قوي يا أبتي، وابنه إزاي يعني أنت من دقيقة ما كنتش بتحبه اكتر من نفسك؟ في ثواني، هو انت قلبك ده له مفتاح عملت كده؟ ايه الحكايه؟ قال له لا يا ولدي، بس هي القصه ببساطه كده، ان انا تفكرت لحظه. يلا يا جماعه، انا بدعو كل المشاهدين نتفكر هذه اللحظه زي ما تفكر فيها سيدنا عمر بن الخطاب. قال له انا بس تفكرت لحظه، يوم القيامه نفسي تنفعني اكتر ام رسول الله؟ فتيقن قلبي واطمأن فؤادي ان النافع لي يوم القيامه شفاعه النبي ومش نفسي. فقلت ازاي احب نفسي اكتر من اللي هينفعني يوم الموقف العظيم؟ يا مصريين يا مسلمين في كل حتة، انفسنا هي اللي تنفعنا اكتر ولا الحبيب المصطفى؟ حبوه، الله يبارك فيكم. صحيح. هو حبيبنا وهو شفيعنا يوم القيامة، وهو من أحب أمته إلى يوم القيامة. عندما سئل عمن يحب قالهم أحبائي، لأنهم أحبوني دون أن يروني. فنحن أحباء رسول الله، وليس علينا إلا أن نبادله الحب بالحب. والحب النهاردة مولانا، خلينا نقول أنه بيتمثل زي ما حضرتك تفضلت وقلت في القدوة، وهو يعني سيد الخلق جميعا. النهاردة وإحنا بنوظف كل احتياجاتنا ومشكلاتنا وحياتنا بشكل كبير جدا، بنتخذ من المواقف اللي أجراها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام القدوة والعبرة في مواجهة كل التحديات. لو أنا النهاردة حبيت أقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام عند بنائه للمجتمع الإسلامي وللدولة الإسلامية واجهته مشكلات كثيرة أصعب بكثير جدا من اللي بتواجهنا النهاردة، لكن استطاع أن تكون هذه الأمة إلى يوم الساعة بإذن الله. الأساسيات أو المبادئ
التي بنيت عليها هذه الدولة. الأساسيات والمبادئ تتمثل في 4 نقاط. شفت حضرتك أنا محدد إلى أبعد درجة إزاي؟ وهي نقاط تشمل كل أبعاد المجتمع وكل أبعاد العالم الإنساني من أوله إلى آخره. أول حاجة عملها الحبيب صلى الله عليه وسلم ربط الناس في علاقة واضحة بربهم، هذه نقطة أولى، بالله. وبعدين ربط الناس في علاقة واضحة ومتزلة نفس بعضهم ببعض، فآخى بين المهاجرين والأنصار. ربط الناس في علاقة بينهم وبين الله، بين الله في النقطة الأولى، فبنى المسجد وقال لهم المسجد ده نقطة مهمة جدا، هي نقطة الانطلاق في حل المشاكل الموجودة. نمرة 3، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضبط العلاقة بين المسلم والآخر، ما يقال عنه الآن قبول الآخر قبول الآخر قبول الآخر، وامتلأت الشاشات والبرامج والمجلات والمسموعة والمقروءة في عالمنا، قبول الآخر قبول الآخر. أول من فتح الباب على مصراعيه لقبول الآخر هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. المهاجرين والأنصار والتآخي ما بينهما. كمان في قبول الآخر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ما يسمى بوثيقة المدينة. أيوة. وثيقة المدينة تضبط العلاقة، أول دستور في العالم. صحيح. العالم كله تقريبا صلى الله عليه وسلم لما عمل الوثيقة التي تضبط العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، المدينة مدينتنا جميعا، يروبهم ما يروبنا ويسوءهم ما يسوءنا، هذا معناه قبول الآخر. هذا هو الإسلام. ده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة يهودي فوقف لها. يا جماعة قبول الآخر، يا من تتحدثون عن حقوق الإنسان، تعالوا إلى رحاب أكمل الناس والإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم، تلاقوا التفاصيل دي كلها موجودة عندنا في دينا. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وقف لجنازة اليهودي، قالوا له يا رسول الله جنازة يهودي، فقال عليه الصلاة والسلام أليست نفسا؟ ثم بكى عليها عليه الصلاة والسلام، قال تبكي لجنازة يهودي؟ قال أبكي لأن نسمة تفلتت مني إلى النار. فإنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا إيه؟ رحمة للعالمين. إجابة على سؤال حضرتك مرة أخرى حتى تكون النقاط واضحة ومحددة، يا جماعة ربط العلاقة بالله، شوف ربنا محتاج مننا إيه؟ ده كان رمزه في الإسلام المسجد. وبعدين ربط علاقة المسلم بالمسلم، بلاش غش بلاش كذب بلاش حقد بلاش نكره بعض، خلونا نحب بعض، خلونا ندي الفرصة لبعض، خلينا نبقى زي ما سيدنا النبي قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يا أستاذنا، يشد صحيح. بعضه بعضا صحيح. مش لأن أنا مختلف مع حد في الرأي ويكرهني ويكيد لي ويحقد علي ويضربني زومبا عند المدير والحاجات الخايبة اللي لا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا خلينا أقول لحضرتك بقية النقاط بسرعة. واحد، علاقة الإنسان بربه. 2، علاقة المسلم بالمسلم. 3، علاقة المسلم بالآخر التي هي وثيقة المدينة. 4، الاقتصاد 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 لغاية 60 سنة قدام. يعني سيدنا النبي لما دخل المدينة المنورة بعد الهجرة لقى عمود الاقتصاد في إيد اليهود في المدينة. فراح عمل حاجة بديعة جدا وسبق بها التاريخ والزمن صلى الله عليه وسلم. راح عمل ما يسمى بسوق المدينة. وعمل سوق المدينة ده في موقع في منتهى الغرابة، قريب من المسجد، قريب من البيوت، قريب من الطريق العام. كمان عمل باركنج صلى الله عليه وسلم، لو حد يقرأ السيرة يلاقي سيدنا النبي جنب السوق عمل باركنج غريب جدا. ايه الباركنج دوت؟ كل اللي هيجي بتجارة ولا بقافلة يركن الجمل بتاعه في مكان واسع ما حدش يضايقه. ده الباركنج اللي معمول في المولات الكبيرة دلوقتي، ده موجود عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اشتقنا ان احنا نسمع في مديح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وما أجمل من الإنشاد في سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عمر يعني كلمني عن الفرقة سريعا وسمعنا حاجة في حب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الفرقة يعني مكونة من 8 أفراد، احنا النهاردة جايين مع مولانا دكتور محمود، يعني هو جايبنا معاه بس. أهلا وسهلا بيك، اتفضل. جايين عدد قليل بس. هنبدأ بإيه؟ هنبدأ بمولانا بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اتفضل. يا سيد السادات جئتك قاصدا، يا سيد السادات جئتك قاصدا، أرجو رضاك أرجو رضاك وأحتمي بحماك، والله يا
الخلائق إن لي والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك وبحق جايك إنني بك مغرم وبحق جايك إنني بك مغرم والله يعلم أنني أهواك مولانا مولانا يا سيدنا النبي مولانا مولانا أنت مطلبي مولانا مولانا يا سيدنا النبي مولانا مولانا أنت مطلبي أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك مولانا مولانا يا سيدنا النبي مولانا مولانا أنت مطلبي أنت الذي لما توسل آدم من ذلة بك فاز وهو أباك ودعاك أيوب لضر مسه فأزيل عنه الضر حين دعاك وبك الخليل دعا فعادت ناره بردا وقد خمدت بنور سناك مولانا مولانا يا سيدنا النبي مولانا مولانا أنت مطلبي مولانا مولانا يا سيدنا النبي مولانا مولانا أنت مطلبي بك لي فؤاد مغرم يا سيدي وحشاشة محشوة بهواك فإذا سكت ففيك صمتي كله وإذا نطقت فمادحا علياك صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق إلى مثواك والصحب والآل الكرام جميعهم والتابعين وكل من والاك. ثم عليه افضل الصلاه والسلام، وما زلنا مع حضراتكم وفي حب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وفي حضره مولده الشريف. نكمل لقائنا مع حضراتكم بعد هذا الفصل.
برجع لحضراتكم مره ثانيه مشاهدينا، ولسه معاكم في حضره الرسول عليه افضل الصلاه والسلام والسيره العطره. ويمكن السيره العطره حتى خلت الجو الحمد لله اتحسن والشمس طلعت الحمد لله. وزي ما شفنا كان في سحابه، كان في مطره، والشمس طلعت بعد كده. المتغيرات دي متغيرات الحياه اللي بنعيشها، حتى متغيرات طبيعه المجتمع اللي ممكن يواجه مشكلات، يواجه تحديات، ولكن في النهايه مع الاراده والتصميم بنقدر ان احنا نتخطاها. فضلت الشيخ زي ما حضرتك تفضلت وقلت الاساسيات اللي بنيت عليها الدوله الاسلاميه، واعتقد ان هناك للاسف الشديد المفاهيم الخاطئه اللي بيتم نشرها سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر بعض الشاشات الفضائيه، ومحتاجين ان احنا بالفعل نجدد الخطاب الديني. وهنرجع ونقول لازم ان احنا نجدد الخطاب الديني بما يتوافق مع طبيعه العصر النهارده، وبما يتوافق مع طبيعه المفاهيم الاسلاميه من تسامح وحب وموده زي ما حضرتك تفضلت وذكرت. نعم، انا زي ما قلت لحضراتكم الرباعيه العجيبه التي بنى عليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم المجتمع الذي بقي مئات الاعوام من بعده مجتمع متماسك بحق، لكنه لما بنى المجتمع على هذه الرباعية كمان وضع له أسسا للبقاء. يعني أقدر أقول كده بكل بساطة، سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وضع أسس البناء، وجنبها على طول على طول حط أسس البقاء. تمام. يعني ضمن للمجتمع أن يبقى بعده على الأسس التي بناها عليه. يا ترى إيه هي أسس البقاء؟ أسس البقاء ديت أنا أقدر أجيبها من بق الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن أنفاسه الشريفة، وحطها على مجتمعنا المعاصر، بل على كل مجتمع، بل على كل بلد في الدنيا، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة اللي هي لازم تبقى المصدر الثاني للتشريع. ما ينفعش التشريع يبقى من القرآن بس، لازم السنة النبوية الشريفة، فإن القرآن يحتاج إلى موضح ومبين ومفسر. صحيح. الموضح والمبين والمفسر هي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. صحيح. يوشك إنسان شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بكتاب الله. هذا غير صحيح. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنة. يا ترى إيه هي أسس البقاء يا أستاذ؟ هذا الكلام يستحق أن يدرس وأن تتسع الأفكار والدراسات حوله، علشان إحنا محتاجينه في مجتمعنا دلوقتي. وهتفاجأ حضرتك والسادة المشاهدين من أن هذه الأسس كلما اختفت من المجتمع كلما اضطربت الحياة، كلما عادت وظهرت وبرزت على السطح كلما انضبطت الحياة. الأسس دي في حديث واحد لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قاله في أول يوم دخل في المدينة المنورة بعد الهجرة. جاله حد من الصحابة، الحد ده كان على غير الإسلام وأسلم، كان اسمه الحسين بن سلام، سيدنا النبي سماه عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام قال أول ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. الوش ده عمره ما هيكذب. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم، عليه الصلاة والسلام. شوف حضرتك أول وهلة هي والانطباعات الأولى تدوم. الانطباع. الوش ده لا يمكن هيكذب. قال فكان أول ما سمعته منه أن قال، اسمعوا بقى يا جماعة، قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس. وعجيب قوي قوي قوي، ما قالش أيها المسلمون مثلا، ما قالش أيها المؤمنون مثلا، أيها الناس، لأن هو رسول الإنسانية يا جماعة، وفي مولده يجب أن نبرز هذه القيمة أنه هو رسول الإنسانية عليه الصلاة والسلام. قال أيها الناس افشوا السلام، بص حضرتك، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. بسلام، رباعية، بسلام، رباعية، وبدأها بماذا؟ افشوا السلام. تعال شوف حضرتك ما يحدث من اضطراب في السلام الاجتماعي على المجتمع الذي حولنا. ادخل كمان جوه شويه تلاقي اضطراب على المستوى الاسري في السلام الاسري. ادخل جوه اكتر تلاقي اضطراب في السلام ما بين الزوج والزوجه. صح. ادخل جوه اكتر تلاقي اضطراب في السلام الاجتماعي في نفس كل شخص منا. توتر غير عادي. افشوا السلام كلمه عامه تدخل في فرد واسره ومجتمع صغير ومجتمع كبير ثم العالم كله. هو ايه سبب شقاء البشريه يا استاذنا؟ سبب شقاء البشريه انهم رفعوا السلام وادخلوا الحرب. كل ما يحدث خلاف بين دول دوله واخرى تحدث دماء وتسيل انهار من الدماء. هذا هو اسس البقاء. ان بقي الناس في سلام فيما بينهم عاش المجتمع وبقي، ان تحول السلام الى حرب فني المجتمع. اصل الحرب دمار. شوف حضرتك احنا من 67 لغايه دلوقتي لسه عندنا في بيوتنا ابن شهيد وشهيد والى اخره. دماء سالت على الارض. ليه كده؟ لانه احنا تخلفنا عن الكلمه اللي قالها حضره النبي صلى الله عليه وسلم. ادي افشوا السلام. اثنين، اطعموا الطعام. ارجوكم يا جماعه، عايز احصائيه سريعه ادخل على اليوتيوب، ادخل على
عمنا الشيخ جوجل، اسأل أي حد كده وادي لي إحصائية سريعة وقول لي كم لاجئ في العالم. لاجئ رقم رقم مهيب. يعني مرعب يا جماعة. أطعموا الطعام، ما تخلوش حد يبات جعان. شوف حتى كلمة ما تخليش حد يبات جعان دي على بساطتها تدل على أن العالم إن وجد فيه فقراء وأغنياء يتولد الحقد الاجتماعي، إن وجد فيه شبعان وجعان هؤلاء الجوع أكثر من أن تحصيهم في العالم يحدث هذا الحقد الاجتماعي. الكلام ده على مستوى الدولي وعلى مستوى الدولة الواحدة وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الجماعة. مولانا هو إدخال الرحمة كمان كله كله من في القلوب يعني. نعم. وانك انت تحس باللي قدامك وتحس بغيرك. صحيح. نعم. ثلاثة، قال عليه الصلاة والسلام وصلوا الأرحام. هذا عامل من عوامل بقاء المجتمع. نعم. فإن تقطعت الأرحام اتبهدل المجتمع. سامحني ان انا بستعمل العبارة دي اللفظية. صحيح. اتبهدل المجتمع. صحيح. صار ابن العم ما يعرفش ابن عمه. يعرف. ابن الخالة ما يعرفش ابن خالته. نعم. بقينا في مجتمع شديد التوتر شديد التفكك. طب ليه ما نرجع للأسس التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لبقاء المجتمع إلى يوم القيامة. وراح قال لك افشي السلام، اطعم الطعام، ما تسيبش حد يبات جعان. وقال في أحاديث كثيرة صلى الله عليه وسلم، قال والله لا يؤمن، وسيدنا النبي بيحلف والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع. شوف حضرتك الى اي مدى الدرجه في يعني في منتهى الاهميه. وده التكافل يعني التكافل الاجتماعي. انا موافق على الكلمه دي. يعني التكافل الاجتماعي، وانه الفقير يعني يشعر انه في يد حانيه بتنظر اليه. ما سمعناه في الاعوام والسنين الطويله الماضيه قال محدود الدخل محدود الدخل. طب انا بقول لحضرتك في معدوم الدخل، هذا ايضا يجب طبعاً ان يلقى عليه الضوء يا سيدي طبعاً الكريم. طبعاً. افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا بالليل والناس نيام. هذه العلاقه الخاصه جدا التي تهذب الروح وترقي المشاعر. لحظه ان يخلو كل حبيب بحبيبه ويخلو المسلم بحبيبه رب الكون. يخرج من هذه الخلوه الرائعه بنفس وثابه وروح وقادة. يخرج بروح تسع الكل ونفس صافية. اشتقنا ان احنا نسمع في مدح سيدنا النبي. تفضل يا عم علي افضل الصلاة والسلام. لما دعاني الغرام، لما دعاني الغرام، لما دعاني الغرام جيت أراضيكم. احترت أراضي الغرام ولا أراضيكم. أحيي جمعكم يا كرام وأقول أهلا فقد حل الكرام مع الكرام. أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي. خير الأنام يا طه يا عربي. أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي. خير الأنام يا طه يا عربي. أهلا وسهلا بالرسول، باب الرضا باب القبول، وحبه عين الوصول. خير الأنام يا طه يا عربي. أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي. خير الأنام يا طه يا عربي. أهلا وسهلا
بالحبيب الله الله أهلا وسهلا بالحبيب الله الله نعم الإمام نعم الطبيب يا مفرحا القلب الكئيب خير الأنام يا طه يا ربي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام يا طه يا عربي أهلا وسهلا بالكفيل الله الله نعم الإمام بلا مثيل أهلا وسهلا بالكفيل نعم الإمام بلا مثيل قد حل في دار النخيل خير الأنام يا طه يا عربي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام يا طه يا عربي هي روضة فيها الرضا والعفو عما قد مضى هي روضة فيها الرضا والعفو عما قد مضى فيها النبي المرتضى خير الأنام يا طه يا عربي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام يا طه يا عربي عليه أفضل الصلاة والسلام أحسنتم حاجة جميلة الحقيقة يعني فضيل الدكتور يعني تحدث عنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يجلس مع الصحابة ويقول أن هناك إناس أحبهم وهم أحبابي فسئل سيدنا النبي من هم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا قال نعم قوم قوم من بعدي أيوة آمنوا بي ولم يروني ولم يروني يعني يعني حتى رؤيته الثاقبة والمستقبلية وقد إيه أهدانا محبته صلى الله عليه وسلم هو الحبيب المصطفى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته عليه الصلاة والسلام العجيب يا أستاذنا أن هذا الخبر الذي تذكره أتى في دائرة ونطاق تقشعر له الأبدان حقيقة يعني كنا بالنسبة لرسول الله غيب عليه الصلاة والسلام لم نكن وجد وجدنا بعد نعم. ومع هذا تحدث صلى الله عليه وسلم عن الغيب وتمنى أن يرى الغيب وهو يعلم أنه غيب إلا أنه يعلم أيضا أن الله تعالى كما زوى له الأرض يستطيع سبحانه وتعالى أن يزوي له الزمان نعم. فيرى أحبابه صحيح. والخبر مش إزاي دخل البقيع عليه الصلاة والسلام والبقيع يعني الموتى الذين في قبورهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والموتى الذين في القبور هم كمان بالنسبة للنبي غيب وبالنسبة للي كانوا واقفين مع سيدنا النبي غيب نعم. لأنهم لم يدخلوا القبر ولم يعرفوا ما فيه فلما دخل البقيع صلى الله عليه وسلم قال سلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني رأيت إخواني وإعلاقة إخواني في موقف مثل هذا لأن إخوانه يريد أن يخبر أصحابه والناس إلى يوم القيامة إخوانه صلى الله عليه وسلم قوم في الغيب وهؤلاء الذين سلم عليهم حالا هؤلاء أيضا فين؟ في الغيب لا. ولا ينطق عن الغيب إلا من أطلعه الله على الغيب صحيح. والله سبحانه وتعالى أطلع الحبيب المصطفى على الغيب وص حضرتك فقال وددت أني رأيت إخواني قالوا الصحابة واقفين حول سيدنا النبي أو لسنا إخوانك يا رسول الله قال لهم لا أنتم أصحابي
إخواني قوم أتوا من بعدي آمنوا بي ولم يرون. الإيمان بالحبيب المصطفى معناه التصديق بالغيب. شوف حضرتك القصة والموقف والحديث فيه كام غيب، كام درجة من درجات الغيب. الغيب الأول الذين في القبور، الغيب الثاني أنه تمنى شيئا في الغيب، الغيب الثالث ربطه صلى الله عليه وسلم بالغيبين السابقين وقال آمنوا بي ولم إيه يرون، لأن إحنا بالنسبة له هو صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا برضو إيه غيب. فلماذا ربط كل هذا الغيب بعضه ببعضا؟ ليخبر من يقرأ هذا النص إلى يوم القيامة أنه حتى الغيب الذي طولبت أن تؤمن به يحق لك أن تراه ويفتح لك من الله فتراه. فترى من يعني عم الحاج؟ ترى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا جاءت سلسلة الغيب في هذا الحديث ليقول لك حب الحبيب صلى الله عليه وسلم، حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع سنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، اعرف ان هو اشتاق لك فاشتاق له، يعني يشق لك الغيب فترى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف حضرتك السر جاي فين؟ في ان يشق لك الغيب فترى الحبيب. واليقين فضيلة الشيخ يعني يقين الرسول عليه الصلاة والسلام انه صاحب رسالة وان هذه الرسالة مستمرة حتى يوم الدين، فسيأتي من بعده من يؤمن بها وتظل هذه الدرجة من الايمان الى يوم الساعة. فهنا الانسان لما يكون عنده يقين بانه بيسير على الطريق الصحيح بيبقى عنده اليقين ايضا ان هذا العمل ممتد حتى يوم الساعة. وفيه من عطاء الله ما فيه. نعم صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد وقتنا خلص، كل سنة وانت طيب. لان احنا عندنا كمان اذاعة خارجية من سينا، ويمكن النهاردة هتكون صلاة الجمعة من يعني في ذكرى شهداء سيناء، الذكرى السنوية ورحم الله شهداء الوطن. وإن شاء الله دايماً مصر قادرة على التصدي للآفات ومنها آفة الإرهاب بإذن الله. شكراً جزيلاً لحضرتك. إلى اللقاء. شكراً جزيلاً. شكراً. صلي على سيدنا النبي جد الحسن، جد الحسن وتملى في الوجه الحسن، وجهه حسن على النبي. صلي 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 على الحسن، جد الحسن واتملى في الوجه الحسن، وجهه حسن على النبي. صلي صلي سبحانه من خلق العيون الواسعة الواسعة، والجبهة شمس وساطعة، والكحل رباني وإلهي في الرموش، ما يشبعوش. صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن، سيدنا النبي جد الحسن واتملى في الوجه الحسن، في سنانه شق طليامة منه نور، وريقه عنبر والعرق مسك الزهور، والشعر